السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكحك على البارد. طريقته سهلة جدا وبسيطة. نسمي الله كده ونبدأ في الطريقة على طول. دي أبسط طريقة ممكن تعملي بيها الكحك ان شاء الله، ونتيجته مضمونة في 100%. انا هقولك دلوقتي على السريع كده قبل ما نبدأ في الشغل المقادير بتاعتي. انا معايا هنا كيلو دقيق، انا نخلاه ومعايا بالمنظر ده. انا بستعمل دقيق سايب عادي. عايزه تجيبي دقيق مغلف اللي هو بتاع جميع الاغراض دوت، براحتك عادي، النتيجتين كويسين يعني. بس لو هتجيبيه سايب تجيبيه من عطار انتي بتتعاملي معاه ومعروف يعني. طيب انا بالنسبه لكيلو الدقيق هاخد كيس خميره فوريه، هاخده كيس كامل تمام، وهاخد معلقه صغيره بيكنج باودر من ده. كيلو الدقيق هياخد بالظبط معايا نص كيلو سمنه، زي ما تحبي، سمنه اللي هي العلب، زبده صفرا، براحتك. وبتبقى بصي سايبه كده زي يعني درجه حراره الغرفه، مش هتسيحيها ولا حاجه. انا مش هعمله على السخن، ده على البارد. فدوت بالظبط نص كيلو سمنه ومعلقتين زياده تمام عشان يطلع ناعم. طيب معايا بقى رشه ملح، معلقتين سكر كبار، معلقتين ريحه الكحك بتجيبيها جاهزه من عند العطار. انا حاطه معلقتين سمسم، بصراحه انا مش بحب السمسم فيه كتير، بس يعني ايه حطيت له رشه بسيطه كده، ديت قيمه مثلا معلقه او معلقتين كده بس ممسوحين يعني تمام. كل المكونات الجافه ديت هنزل بيها على الدقيق بتاعي. نسمي الله بقى كده ونبدا اخلطهم. تمام كده. البيكنج باودر بقى حاجة بسيطة خالص، يعني مثلا تقدري تقولي نص معلقة صغيرة تمام. الخميرة كيس كامل. نبتدي بقى اقلب كل ده كده. المية عادية خالص، مش هحط مية سخنة ولا دافية ولا حاجة، مية من الحنفية عادي. وهحتاج يعني في الاخر هشوف هحتاج قد ايه، ملهاش مقدار معين، حسب ما هتحتاج العجينة في الاخر تمام. انا خلطت كده المكونات الجافة كلها مع بعض كويس. تعملي بقى ايه، حفرة كده في النص وانزلي بالسمنة تمام كده. بس ابتدي بقى ايه وزعي كده. انا بقى ايه هخلط انا بقى كده براحتي، وابتدي ادخل الايه السمنه في كل الدقيق بالراحه كده، مش عجن يعني، لا اكنك بتبسيه كده بالراحه. اخلص وارجع لك. خلاص كده عملته بالطريقه دي، دخلت السمنه في الدقيق اهو. هنا بقى ابتدي ايه اضيف الميه واحده واحده كده، احط لو ربع الكوبايه، ابتدي بقى اعجن واشوف بقى على حسب ايه ما العجينه تتلم معايا هحتاج قد ايه. هعجنها كده مع نفسي بالراحه، مش تعجنيش جامد، ونشوف هيبقى ملمسها في الاخر عامل ازاي. خلاص كده انا لميت العجينه بتاعتي، هي خدت مني بالظبط كوبايه وربع من الكوبايه الطويله دي. كل دقيق برضو حسب ما بيتشرب السمن والميه، فانا لميتها بصوا لغايه ما نعمت قوي كده. المهم بس تبقى ايه يعني مش ماسكه قوي، يعني تبقى فيها ليونه كده شويه، ولما تيجي مثلا تختبريها يعني ناجحه ولا لا تقومي عامله كده اللي هي ما تلزقش بقى في ايدك، وفي نفس الوقت ايه طريه جدا. تعملي كده اهي،
تتجمع معاكي عجينة ومش مشققة، تمام. فانا دلوقتي بقى هسيبها تخمر، يعني كبرها كده مثلا ساعة في الجو ده، وان شاء الله نشكله مع بعض. خلاص انا سبتها ترتاح او تخمر لمدة ساعة، مش هسيبها اكتر من كده، لان انا هسيبها في السجاد او الصواني بتاعتي ساعة كمان تريح وتخمر. طيب انا عندي بقى الحاجات اللي هشكل بيها اهي، لا اما تعملي بالمنقش ده او لا اما بالبصامة، اما هما دول اللي انا بحب اشتغل بيهم. هنعمل بقى ازاي؟ هتاخدي بقى الحجم اللي انت بقى تفضلي، في ناس بتحبه كبير، في ناس بتحبه صغير، فبراحتك خالص. انا بحب حجمه يكون صغير. هتاخديها تكوريها كده. انا هعمل شكلين اتنين، شكل عندي هعمله بالبصامة وشكل بالمنقش، تمام. طيب اول شكل اهو هعملها بالحجم ده كده وبالمنقاش بقى تبتدي كده. ويعني ايه اتك شوية على الشكل عشان لما يخمر ايه هيضيع. ايه تبقى بالمنظر ده كده، تمام. والحجم ده ما يزيدش عن كده، هو ده الحجم ده حلو قوي، تمام. طيب ده اول ايه شكل معايا هنا، حطيته في الصينية. تاني بقى حاجة، تاني شكل هعمله اهو دايره كده في ايدك، تقومي نازله عليها بالبصامه كده. تمام. هخلص انا بقى الصينيه بتاعتي واسيبه يخمر لمده ساعه في الصواني برضو. خلاص كده الكيلو بتاعي عمل لي الكميه دي، انا نقشته دلوقتي وهسيبه بقى يخمر ساعه كده وادخله فرن على درجه حراره 180، هيقعد ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير وهوريهولك. خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي، بس ده مش الكيلو كله، يعني انا خرجت منه كده شويه بره. عايزه اقول لك بقى ريحته جميله جدا، بس انا مش هحط السكر البودره عليه غير اول يوم العيد ان شاء الله. يعني احنا بنستخدم كده وقت الاكل على طول، انما نركنه عليه. ما تنسيش بقى رشه كده ريحه الكحكه على السكر البودره، بتدي برضو ريحه جميله قوي. ودي بقى علبه كانت عندي كانت فيها شوكولاته، انا رصيت الكميه كده فيها. بس كده هي دي طريقتي في الكحك، وحبيت اشاركك بيها. بتمنى بقى الفيديو يعجبك، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.